دائما بمحطاتنا الصباحيه في مساحه مخصصه للاطفال نحكي فيها عن اهتماماتهم، عن المهارات اللي لازم يكتسبوها بالحياه، عن الامراض اللي ممكن يتعرضوا لها، لكن اليوم بدنا نحكي عن شيء مختلف، رح نحكي عن اهميه تعليم وتوعيه الاطفال باهميه الصيام بشهر رمضان المبارك، عن القيم والروحانيات اللي فيه وكيف نزرع فيهم معاني المحبه والتسامح والطيبه وفعل الخير، واكيد كل هذا الشيء رشا بيتم من خلال الاهل والتربيه الصحيحه. اكيد هايدي، مثل ما قلتي دائما الاهل هن العامل الاساسي بتربيه وتنشئه هذا الطفل، واذا بدنا هيك نرجع شوي للماضي ونقول عادات رمضان واهالينا كيف عودونا على هدول العادات، فذاكرتنا وذاكره اي حدا عم يشوفنا بيتذكر انه كان في سكبه رمضان، في طقوس كثير كانت حلوه برمضان، من زمان كانت الناس، في ناس ما كانت قادره انها تحضر سفره رمضان بسبب الاحوال الاقتصاديه، فكانت السكبه من كل الجيران، فتلاقي المائده مليانه، هدول القصص بقيوا ولكن خلينا نقول خفت بشكل نسبي، وهذا الشيء طبيعي بسبب الضغوط اللي عم نعيشها، بسبب الضغط الاقتصادي اللي عم نعيشه، وبسبب عصر السرعه والتكنولوجيا، اليوم قد ايه مهم نحن نزرع باطفالنا اللي زرعوه فينا اهالينا واجدادنا، قد ايه مهم اليوم نحن نعودهم انه هو الصيام مو بس انه نحن اليوم نقطع الاكل والشرب، في قصص كثير حلوه وقصص كثير روحانيه مفروض بهذا الشهر اولادنا يكتسبون من خلالنا. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا لليوم هي الاخصائيه التربويه ربا الناصر. يسعد صباحك يا ربا واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، اشتقنا لك ونحن كثير فيكي. بداية نحن عم نحكي عن موضوع كثير مهم، كيف نحن ممكن نعلم اطفالنا كيف يصوموا، وخصوصا يمكن اذا بعمر صغير ممكن تكون تواجه مشكله بعض الاهالي بهذا الموضوع، كيف يعلمون ويوعون اكثر. خلينا بالبدايه نعرف من اي عمر ممكن نوعي الاطفال انه يصوموا وشو بياثر الصيام على الطفل بشكل عام. طبعا هلا نحن ما رح ننطر لحتى يجي شهر رمضان لنعلمهم قيم واخلاق شهر رمضان، دائما نحن باي حديث ديني بنوعي اطفالنا من عمر، طبعا انا بفضل من عمر 3 سنين 4 سنين نبلش نحكي لهم عن السيره النبويه، عن الانبياء بشكل عام وعن القران الكريم، فوقت بيجي شهر رمضان نحن باللا شعور حتى بدون نحن ما نحكي، يعني انا ماني مضطره احكي لابني قبل، يعني من هو وصغير عم يشوف بهذا الشهر انه في اجواء روحانيه، في قراءة قرآن، في صيام، الماما مشغولة دائما بتحضير المائدة، المائدة عامرة بالضيوف أو الأهل، يعني كلهم بيجتمعوا على مائدة الإفطار، بعدين التراتيل اللي منقولها الآيات القرآنية، دعاء الإفطار، كل هدول الشغلات عم يعملوا عنده ذاكرة، تمام؟ هي عم تتغذى سنة ورا سنة، بيوصل على عمر 5-6 سنوات بصير تلقائيا لحاله الطفل عنده حب لهي الاجواء الروحانيه، هي القيم الحلوه، الذكريات الجميله. هلا نحن قبل شهر رمضان دغري بنطلع زينه رمضان والهلال والنجمه والفانوس ومنصير نزلي من عنا على الطاوله ربا زينه كثير حلوه، فنحن عنا مثلهم بالبيت، فنحن هيك صرنا كلياتنا عم نعمل مباريات. صراحه اي ام بتتمنى انه اولادها كلياتهم يكون عندهم القيم الاخلاقيه خصوصا الصيام، يعني هو تهذيب للنفس وراحه للجسد، بس طفل عمره من 6-7 سنوات يمكن ما عنده صبر 14 ساعه، فنحن بنقسم، يعني انا ابني بقول له انت لازم تصوم لاذان الظهر، تمام؟ علمته بالتدريج. هلا بنتي صف سادس صارت بتصوم النهار كله، ليش؟ لانه هي على مدى سنوات سابقه كانت تصوم بشكل متدرج، بس اهم فكره عندي اي طفل بده يصوم لازم يتسحر، يعني مو انه نهمل انه خلص الطفل هو راح يصوم للساعه 12 او 1:45 يمكن بيأذن اذان الظهر، خلينا معلش بلا ما نفيقه على السحور، لا منفيقه على السحور ومنعلمه يقرأ القرآن، يعني الطفل من 3 سنوات هو قادر يقرأ صور ولو أنه تلقينيا، يعني سماعيا، فولو الصور الصغيرة حفظيا. صحيح ربا، حكينا بالمقدمة أنه نحن أخذنا عادات من أمهاتنا ومن أجدادنا يلي نقلوها أهالينا، لأن كان ذكرنا سكبة رمضان، ذكرنا أنه نحن دائما بهذا الشهر يعني كنا نتعلم أنه مثلا ماما أي حدا اليوم محتاج أو بتشوفيه فقير وأنت معك فاعطيه، فبهذا الشهر كتير بيكون إلك حسنات. قدامهم اليوم نحن يكون في تواصل بين هذا الطفل والأجيال القديمة عن طريقنا نحن، يعني حتى الافلام الكرتون، يعني هلا بنشوف برمضان كثير قصص الانبياء كرتونيه، قد ايه مهم نحن نعودهم انه نشوفوا هدول المواد الكرتونيه، قد ايه مهم نحن نحكي لهم كيف كنا عايشين وكيف كنا نقضي هذا الشهر.
طبعا هلا نحن كيف تعلمنا عادات رمضان؟ تعلمناهم من اهالينا، لكن الفكره اللي انا بدي اقولها ودائما باكد عليها، مو يعني انا برفض انه بس نحن بنهار يعني بشهر رمضان الكريم نعلمهم على قراءه القران او انه مساعده المحتاجين. اكيد نحن رح نعلمهم انه هذا شهر الله والصيام فيه هو صحيح. تقرب من الله، واكيد نحن رح نقول لهم انه بهذا الشهر كل شيء بيتضاعف، الحسنات بتتضاعف، ودائما بهذا الشهر نحن بنهذب انفسنا. ليش؟ لانه انت صايم عن الطعام عن الشراب عن ايذاء الاخرين، ما بيصير تاذي حدا ولا بكلمه ولا تجرح احساس حدا ابدا. يعني انا ابني هذيك اليوم مجرد حديث بسيط هو عم ينقل لي من المدرسه، قلت له ماما اذا في اي كلمه ما انا صحيحه انتبه، لانه نحن بشهر رمضان الكريم هون مثل ما الحسنه الى اضعافها كمان السيئه بتتضاعف. فأنا خليني أدخل له الفكرة كمان إنه نحن ما بدنا نقول له إنه ديننا دين عسر، ما هو ديننا دين يسر دين الإسلام. لكن الفكرة اللي أنا بحب أقولها وخصوصا عن السيرة النبوية الشريفة، كلياتنا أطفالنا متعلقين بالتابات والموبايلات وعم يقضوا أوقات طويلة عليها، وفعلا مثل ما تفضلتي حضرتك رشا إنه في كتير أفلام كرتونية، خصوصا في قنوات خاصة بهذا الشيء، في قناة طه كتير بتحط السيرة النبوية الشريفة، قصص الأنبياء بشكل مفصل وجميل ويعني كتير قريب لدماغ الطفل. نحن كتير يعني نحن ككبار مستمتع بالمشاهدة طبعاً. يعني حتى الشخصيات جميلة وكل شيء عم نتلقاه بالمعلومة عم تكون سلسة. يعني أنا أحياناً بكون عاجزة عن قلهم أنه ناقة سيدنا صالح خرجت من الصخرة، فهو وقت يشوف المشهد يعني نحكيهم بلغة بسيطة أو سهلة تكون قريبة لوعي الأطفال، كل شيء لذهن الطفل. فأنا معلش بستخدم هذا الإنترنت اللي هو مشغول فيه كل النهار، شوف اليوم أنا شو جبت لك، وبخلي عنده إثارة. يعني شوف اليوم أنا عن شو رح أحكي لك، شوف من زمان كيف كانت الطقوس، شوف كيف المسحراتي كان، شوف هلأ مثلا المسحراتي وقت كان يمرق بالحارات، أغلب الناس المسحراتية يكونوا الناس تاركين له مثلا سكبة مثل سكبة المسرطية مشان السحور. فنحن منعلم أولادنا هنين اللي يعطوه السكبة. هلأ بحارات دمشق القديمة لهلأ حافظوا على شغلات المسحراتي. هلأ أنا ابني كل يوم المساء يعني قبل الأفطار بيقول ماما أنا بدي أخذ لمين، عرفتي؟ بس هلأ إذا أكيد إذا كان صغير ما رح أعطيه صحن شوربة مثلا كبه، لا بعطيه شغلات جافة وبثني عليه، يعني بتشكره ماما أنت هلأ قمت بعمل إنساني رائع، أنه حدا سكب لجاره بهذا الشهر الكريم، أكيد أنت رح تأخذ حسنات، قصرك بالجنة رح يكبر. لأنه نحن دائما بنحكي أولادنا أنه أنتوا عندكم قصر بالجنة، قرأنا قرآن بيكبر، ساعدنا غيرنا بيكبر، ساعدنا حدا محتاج مثلا، بيكون في موقف صغير بيأثر كتير بالطفل. صحيح. يعني ماشيين بالشارع فرجل هيك على عكاز وهيك وعم يدعي كلمات جميلة وهيك، فالواحد بشيل من جزدانه هيك وبيعطي قدام الطفل، صار يسألني ماما ليه عطيتي مصاري؟ شو بدك فيه؟ هو قال لك بده مصاري؟ قلت له لا ماما بس هو عجوز وعم يدعي لنا ونحن ماشيين، وحتى لو ما دعالنا هو بحاجة ما في يشتغل. يعني أي حدا هو بحاجة ونحن منشوف أنه عمره كبير وهو شيخ معلش نحن منعطيه هذا المبلغ ونقول له دعي لنا. تمام. طب خلينا نحكي أكثر عن أساليب التربية الصحيحة والسليمة اللي بتكون من الأهالي. قديش اليوم غلط نحن نجبر أطفالنا على الصيام، يعني نبدأ معهم بساعات قليلة ورغم هيك يعني نكافئهم بهذا الشيء؟ طبعا هلا انا ضد اني انا اجبر ابني يصوم، اكيد كلياتنا بدنا نتقرب لله سبحانه وتعالى وبنحب انه نغرس هذا الشيء باولادنا، بس انا ما بدي اعمل له فوبيا من الصيام. يعني هلا قلنا ديننا دين يسر، انا ما بدي اقول له يي ما صمت صحيح انت بزاء الدم لا مجال، لا خلص انه معلش انا في اولاد عندنا بالروضه كي جي 3 امه بتقول لي الصبح صايم ما تطعمي الساندويش قبل العشرة، طلع هيك بقول برافو خلص للساعة 10 ممتاز. طب أنا طفل، أنا معلش الطفل اللي عمره 10 سنوات معلش يصوم نص النهار، ما في داعي أعمل كتير هاي القصة الكبيرة إنه صار عمرك 10 سنين وقت كنت أنا بعمرك كنت صوم، بس وقت أنا كنت بعمرك يمكن كنت صوم نص النهار هيك ماما كان الأذان الساعة 4 وربع 4 بالشتوية يعني شتوية لسه بدنا 10 سنين ليصير بنص الشتوية رمضان المبارك. لكن أنا بتمنى هاي الأجواء الروحانية طالما عم يعيشها الطفل هو رح يحب، يعني بعد 10 سنين هو رح يخجل
رح يخجل انه يفطر بشهر رمضان المبارك، يعني بدي يقول لا انا بدي اعيش هي الطقوس. حتى عاداتهم حلوه مضحكه احيانا ببعض الاوقات، بتحسين انه صاموا ساعه انه خلص انجاز. ايه يعني في طفل مثلا عم ياكل قال لي انا صايم. صحيح. قلت له تقبل الله. ما فيني انا اقول له للطفل انه لا ولا تاكل ولا. ما هو الصيام صيام تهذيب النفس. فانا دائما بدخل لدماغ الطفل انه نحن بهذا الشهر الفضيل نزل القران، يعني دائما انا بدي اوضح للطفل بطريقه محببه، ملاك جبريل نزل القران وتلاه على مسامع سيدنا محمد، فالطفل بينشد وتعلقه بقراءة الصور الصغيرة. وقديش أنا قدمت له ثناءات وتراحيب بأنه هو عمل، وخصوصا وقت يكون في حدا كبير وحدا من العائلة بتعرفوا أنه كذا صام هيك، يا عن جد برافو أنا بدي أجيب لك هدية كذا. خلاص هو سنة الجاي بده يصومه. صحيح. بده يصومهم ولو لنص نهار ولو زيادة. صحيح. يعني بالعكس نحن دائما نحن اللي منحفز الطفل. الطفل يعني أكيد هو بيحب يعمل شيء ويحصل فيه على ثناء الآخرين سواء أهله أو الأقارب، بس نحن اللي منحفز. حاجة لتشجيع دائما. وكونه ذكرتي ربا أنه أنتم من خلال الروضات كان الكي جي 1 أو 2 أو 3 دائما الأنشطة إلى دور كتير مهم بهي القصة. يعني أنا لا أقدر اليوم أقنع طفلي بأي شيء وقلنا أنه الصورة كتير قريبة ومحببة للطفل، فكتير من المعلمات أو بالروضات بيروحوا للمسرحيات وبيروحوا للأنشطة اللي هي ترفيهية تعليمية بالشهر الكريم، إن كان بقصة المسحارات إن كان بقصة الحكوات إن كان بسفرة رمضان. اليوم أنتوا هيك من خلال ككادر تدريسي كيف اليوم عم تقدموا هاي الفكرة للأطفال بالأنشطة؟ هلا الأنشطة التعليمية كتير يعني إلى أهداف تربوية بحتة وخصوصا بهيك طقوس. نحن أول شيء وقت حكينا عن شهر رمضان وبلشنا بالزينة سوا، أول شيء عملنا الفانوس. طب شو قدسية الفانوس؟ شو هو الفانوس؟ قدسية الفانوس إنه هن من زمان ما كان في كهرباء، والفانوس كان يمسكوا الناس يمسكوا وقت رايحين على صلاة الصبح بعد السحور، فصار لهذا الفانوس في قدسية وربط بهذا الشهر المبارك. فنحن شرحنا له عن كل هذا وعن القرآن الكريم كيف نزل بليلة القدر. أكيد من أول الشهر نحن بدنا نحكي لهم عن ليلة القدر وإنها ليلة مباركة وعن القرآن الكريم وثواب القرآن الكريم. حتى عملنا مسابقة ضمن الروضة لحفظ أطول صورة بجزء عمها. هلا أنا بدي أحكي عن كيجي 3 ما فيني أقول لك إنه أنا رح حفظ الطفل صورة النازعات 46 آية. لا بس ولكن بس هيك بتبسيط المعلومة بالحركات التمثيلية طبعا يعني. هلا عاملين نحن هلا مسرحية رح تكون على مسرح الظل، طبعا مو مسرحية أشخاص، مسرح الظل رح تحكي عن طقوس شهر رمضان. بعدين رح نعمل أسبوع جاي، يعني كل أسبوع عنا نشاط. النشاطات اللي قمنا فيها سواء الفوانيس الورقية أو صحيح. الأقمار والنجوم تمام اللي هي بتعبر عن هلال رمضان يعني ونجمة. عم صابوا هي الأنشطة اليوم موجودة طبعاً كيف عم بيكون تفاعل الطلاب؟ كتير عم يحبوا كتير خصوصاً الزينة. يعني هو الطفل بيصير انتباهه أي شيء جميل، فما بالك بهذا الشهر الكريم والمعلم عم يكون طريقة القاء للمعلومة بطريقة سلسة ومشوقة عم يخلي الطفل يحب. يعني عم يروح الطفل عم يقول لأمه ماما أنا بدي صوم مشان يكبر أسري، ماما أنا بدي أقرأ قرآن مشان يكبر أسري. هيك المس قالت تمام. يعني الأم عم تتشكر عم تقول عن جد صار يعني هي القيم صدقا. يمكن نحن بناخدها بالعيلة وبناخدها، بس يمكن الأهالي هلأ بسبب الظروف يعني الاقتصادية الأب مشغول يمكن ما بيجي لوقت الأفطار، الأم الله يعينها شو بدها تلحق. يعني مو بس الدور على الأهل، الدور على المدرسة كمان كله بيتكاتف مع بعضه. أكيد. الأهل المدرسة الروضة كلياتنا بنتكاتف مع بعضه، ما حدا عم يأثر بتوقع يعني بالظروف اللي نحن عم نعيش فيها. هلأ المس إلى نص الدور هاي إذا ما أكتر كمان. يعني دائما الأمهات بيقولوا أنا بعتمد عليه، هي بتعرف عن ابني أكتر ما أنا بعرف عن ابني. طب شو حتى بيتقبل منا قديش شخصيته مؤثرة. صحيح. دائما أي معلمة بالعالم لازم تكون مؤثرة بالصف اللي هي فيه، هي الإدارة الصفية اسمها تمام. فقديش نحن مهم أنا كمس بأثر على هدول الأولاد، خليني أثر إيجابيا. بكرة بتكون تصوموا إجباري عنكم بتكون تقرأوا قرآن إن شاء الله يحبنا. لا
الله ما بيحبنا بكافة الأحوال. صحيح. بس نحن نتقرب من الله أكثر وقت تكون دائما أخلاقنا أفضل، نسامح بعض، إذا ضربني رفيقي مو أضربه، خلص منعتذر من بعض، منساعد بعض، إذا رفيقي ما معه سندويشي أنا بطعميه. هي القيم الصغيرة اللي كتير هيك منلاقيها نحن إنه بتضحك أحيانا بالنسبة لنا ككبار. لا، المعلمة تكون حسنة التصرف وقوله جدا يكون مؤثر عند الطفل، هذا اللي بيغرس فيه للطفل كل القيم والمبادئ اللي بدنا اياها. طيب يعني خلينا نروح لموضوع ثاني، قديش مهم اليوم نحن ننتبه للحاله الصحيه عند الاطفال؟ بتعرفي انهم بحاجه لكثير من الاغذيه من الفيتامينات يلي بتساعدهم على نمو الجسم بشكل صحيح، فقديه نحن المهم ننتبه لهي النقطه؟ اكيد طبعا قبل ما يصوموا. اكيد طبعا. هلا كلياتنا بنحس انه اي ام بتنتبه على اكل اولادها، بس انه خف الاكل الام بتنزعج حتى الاب يعني. فدائما نحن وقت بدنا يكون بده يبلش شهر رمضان الكريم انا بسبق دائما وبعمل تحاليل لاولادي، معلش ولو تحليل الدم، تحليل الدم. ودائما في هي الحركه انه الواحد يعمل جفن طفله لور يعني لقدام بيشوف كيف نسبة اللون. صحيح. إذا كان غامق الحمد لله معناتها نسبة الدم منيحة. الأغذية قديش أنا بدي يعني، أنا أكيد ما رح جبله لابني اللانش بوكس مثلا والله وحط له فيها هون سكاكر ومصاصة وبسكويت وعلبة عصير وقل له ماما روح، لا. نوعية الغذاء قديش والله في عنا سيدة بتحط لابنها شرحات فلفل مع الساندويش، شرحات فلفل، انه بتقلي لا انه الخيار هلا مانو مو وقته فماني حابه انه ياكله ما في فائده. صدقا نوعيه الغذاء، شوفي اهتمام الام كيف، كمان المعلمه بدها تلاحظ يعني. انا اذا شفت الولد خمول واكله قليل او ما خلص سندويشاته انا بخبر الام انه في شيء، معناتها بده فاتح شهيه، معناتها عنده، معلش مو بالضروره انا اجيب له اغلى فاتح شهيه يعني، معلش انا بروح عند الصيدلي بقول له مثلا اللي كنا ناخده من احنا وصغار باين بولين كثير حلو بحبات الطلع، بنفس الوقت بيرفع نسبه الاملاح كلياتها بالجسم والمعادن، في كثير فيتامينات مفيده وبطعم العسل يعني ممكن يحبه الطفل. مو يعملوا مثل اولادي بتجيب لهم مستر تومي فهن اكلوه شافوه جيلي فكروا انه جيلي. فدائما معلش نوعية الطعام، قديش أنا بدخله سوائل للطفل يعني. أنا بلاحظ أنه في أطفال ما كتير بيهتموا بالمي، الماء يعني ثلاث أرباع الجسم هو مي، فدائما معلش كتري لابنك مي حتى يمكن هم وجبة السحور بالليل طبعاً. يعني أكتر شيء أنه ما ناكل شيء بيعطش يعني معلش لبنة، زيتون، عيتون، بيضة مسلوقة، هيك كاسة حليب، كروسانة هيك. يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها هلا يعني بنقول هيك يا رب يكون في جبران للاطفال يعني. بجوز اليوم او مو بجوز، هو الاكيد اليوم معظم العائلات ما عم تقدر تامن هدول الاكلات لاطفالهم. ربع هيك بالدقائق الاخيره خلينا نقول ذكريات حلوه نحن بنحملها بذاكرتنا من ايام المدرسه ومواقف كنا نعملها مع الميس يعني، انه على اساس صايمين انا كنت انزل تحت المقعد اكل ورد اطلع يعني. حلو. عرفتي؟ فأفطر اللي صايم فطره، اللي صايم فطره بس عن براءة يعني. طبعا يعني انه ما حتى جيلنا كان أبرأ من هلا يعني، كنا نحن كتير لطيفين وكيوت وما لنا معايين على هالدنيا. هلا بتلاقي الطفل عمره 4 سنين مفتح فهمان بالقصة أكثر من. فأنا هيك من خلال عملك اليوم أكيد في مواقف تمرق معك الأطفال بيعملوها يعني، إنه أنا صايم بس هو فاطر، هدول القصص يعني. إيه فهو عم ياكل بحصة الأكل فعم ياكل، قال لي مس انا صايم، قلت له تقبل الله. انه طلعت هيك انا ما فيني اقول للطفل انه انت كطفل مجبر انك تصوم. صحيح. بس تمام هو قال اني انا صايم، هو بنظره انه هو صايم تمام. هلا الاكبر سنا ممكن يقولوا مثلا انا صمت للساعه واحده، معلش يمكن الاطفال يسخروا من بعض. انا دائما بقول للاهالي كلياتهم طفلك صام لل 12 تشكري، صام للساعة 4 كمان تشكري، ما حدا يعني هي السخرية من الطفل يعني. بأحد الأيام فطرت بنتي فأبوها بلش سخرية عليها، فأنا قلت له لا إنه حرام. قد إيه بتأثر سلبا على نفسية الطفل يعني. بقى بده يقول الطفل إيه ما رح صوم، ما رح صوم أنا
حتى لو انه عم يتمسخروا علي اني انا فطرت، لا 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 بالعكس، اثني على الطفل شو ما انتج ممتاز. يعني انا فطرت الساعه 4 خلص ما بقى فيني تحملت، معلش انت طفل، بس انت يعني انا بنبهه بعد ال 15 انه خلص ماما. بالنهايه ربع هي تدريب القصه يعني، ونرجع انه الاهل هنن العامل الاساسي اليوم بتنشئه هذا الطفل السلبي والايجابي. نتشكر حضورك لليوم ربع، ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك وعلى اطفالك كلهم بالرمضان ان شاء الله. شكرا كثير لك، ورمضان كريم يا رب. رمضان كريم عليكم.